مع حضراتكم لموضوع آخر. القانون بيطبق على الجميع، ما فيهاش جدال، ودايما بنقول دولة القانون. احنا محتاجين دولة او تطبيق دولة القانون. لما يبقى رئيس مباحث اسم ثاني شبرا الخيمة واثنين من معاونيه متهمين بمعاونة عاطل على الاتجار في الأسلحة النارية وشرائها منه لاستخدامها في تقنين قضايا وتجارة مخدرات، يبقى مين المفروض يؤدي دوره في القبض على تلك العصابات الإجرامية؟ طبعا الواقعة دي بينطبق عليها المثل اللي بيقول يعني حاميها حراميها. امبارح نيابة الوراق بشمال الجيزة أمرت بحبس رئيس المباحث واثنين من معاونيه 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية لتسع متهمين بينهم اثنين مخبرين، ومن المقرر أن تنظر النيابة العامة اليوم لتجديد الحبس. طبعا احنا العناصر دي دايما يعني بنقول ان في كل مؤسسة في عناصر سلبية او عناصر مسيئة بتسيء لهذه المؤسسة وبتضيع مجهود الكثير من الاشخاص اللي على قدر من المسؤولية وقدر من الاخلاق وقدر من الاحترام. احنا بينضم لنا مين يا اساتذة؟ معانا زميلنا فتحي سليمان مراسلنا في وزارة الداخلية. فتحي صباح الخير. صباح الخير يا أستاذة، وصباح الخير على جميع. صباح النور عليك. إيه اللي اتخذته وزارة الداخلية تجاه الأشخاص دول وتجاه هذه المخالفات اللي قاموا بيها؟ اتفضل. منذ ظهور القضية إلى العلن أمر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإحالة الضباط وأمناء الشرطة إلى التحقيق ووقفهم عن العمل فورا. وخلينا أقول لك أن القضية بدأت باستدعاء من النيابة العامة وليس أمر ضبط وإحضار، وحضر إليها بعد اعترافات المخبران السريان على ضباط الشرطة إلى النيابة. وفي جلسة تحقيق لرئيس نيابة الوراق مع الضباط أمر وجههم بالتسجيلات التي قدمها المخبران وأمناء الشرطة وتاجر سلاح يدعى فوزي. أنكروا صلتهم بالواقعة وأن هذه التسجيلات مفبركة بناء على تحريات المباحث أيضا واعترافات المتهمين. قرر حبس 9 متهمين بينهم رئيس مباحث واثنين من معاونيه ومخبران سريان. القضية منذ 9 أيام هي القضية كان عبارة عن ضبط سيارة تويوتا في كمين الوراق بها جوال بأسلحة نارية 22 قطعة سلاح بينهم 5 بنادق خربوش. تبين أن سائق السيارة يعمل مع تاجر أسلحة يدعى فوزي واعترف على هذا التاجر وتم ضبطه وإحضاره. تقدم التاجر بتسجيلات بأنه يقوم بتوريد بعض الأسلحة لقسم الشرطة بناء على تعليمات من رئيس المباحث الذي تمت مواجهته بهذه الأقوال وهذه التحريات التي أنكرها جميعا، وفي الآخر الأمر تم إصدار أمر بحبسه على ذمة القضية ووقفه عن العمل من قبل قيادات وزارة الداخلية. وبرضو أيضا وزارة الداخلية قامت بوقف 9 من الضباط وأمناء الشرطة في مديرية أمن القاهرة بناء على أيضا قضية مشابهة لتلك القضية منذ يومين. وزارة الداخلية السياسة الجديدة لا تتستر على أي عنصر يسيء للجهاز منذ فترة كبيرة. يعني هو لازم دي تكون السياسة العامة، ما ينفعش تكون دي سياسة جديدة. يعني هو ده لازم ده يكون السياسة العامة، لأن الأشخاص دول بيسيئوا وبيضيعوا مجهود كتير من الناس الشرفاء المحترمين اللي بيضحوا بأرواحهم عشان ناس تعيش بأمن وأمان واستقرار. يا أستاذ أيمن، وزارة الداخلية من خلال متابعتنا لمعظم القضايا التي تنشر والموضوعات هي أكثر مؤسسة حاليا بتتحاسب افرادها. يعني وزاره الداخليه بمجرد ظهور اي قضيه في او اتهام او شبهه لاي ضابط او فرد يتم احالته فورا للاحتياط او وقفه عن العمل لحين انتهاء التحيات. شفنا ده في قضيه مجدي متين الذي تم تعذيبه في الاميريه، شفنا ده في مديريه القاهره، شفنا ده مع رئيس مباحث دار السلام الذي تم حبسه منذ عده شهور برضه بتهمه مشابهه في قضايا. اي فرد يتم وجود شبهه عليه في اي قضيه او اتهامه يتم وقفه عن العمل فورا واحالته للنيابه العامه. دي سياسه جديده، اؤكد لك ان السياسه دي لو وجدت في معظم المؤسسات او كل المؤسسات
البلد تنضف من العناصر المسيئه لاي جهاز. وخلينا نتابع سير القضيه ونشوف انتهاء التحقيقات توصل لفين. طبعا وما فيش حد فوق القانون، يعني ده اللي احنا حابين نقوله ونوصله، ان ما فيش اي شخص مهما كان هو مين او مكانته مين او المؤسسه اللي بينتمي ليها، ما فيش شخص فوق القانون. لو طبقنا القانون هتبقى دي دوله بالفعل دوله قانون زي ما بنقول. طيب خليني اسالك في موضوع اخر، ان الاداره العامه للمرور بتقوم بانشاء مدينه مروريه متنقله لاطفال بمختلف المدارس على مستوى الجمهوريه، الكلام ده هيبدا امتى والكلام ده فعالياته ايه تفاصيله ايه؟ خليني اسمع منك تفاصيل اكتر، اتفضل. في هذا الجانب المرور تقوم حاليا عايزه تطبق منظومه اداره المرور الذكي، اداره ادخال جميع الاجهزه الحديثه والالكترونيه ومراقبه جميع الطرق على مستوى الجمهوريه السريعه والصحراويه والداخليه بكاميرات مراقبه، جميع الطرق كل 14 متر يتم تثبيت في كاميرا. تم رصد اموال ضخمه لهذا المشروع، مراقبه الطرق للحد من الجرائم والحوادث، لان مصر يعتبر الاول على مستوى العالم في حوادث الطرق سنويا. كانت الاحصائيه السنه اللي فاتت 14,000 متوفي ومصاب في حوادث طرق في مصر. صحيح. منظومه المرور الذكي دي بيتم دراستها منذ فتره كبيره من ايام اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه. دي بقى هتطبق ازاي؟ يعني هنلاقيها ازاي ملموسه يعني؟ هو حاليا يتم دراسه ووضع الخطط الامنيه والخطط المروريه، لان وزير الداخليه اجتمع منذ يومين بادارات مدير ادارات المرور على مستوى الجمهوريه، وشدد بناء على تعليمات من السيد رئيس الجمهوريه بانتهاء وحل ازمه المرور التي يعاني منها جميع المواطنين. هتبدا من اول الشهر القادم البدء في اجراءات تنفيذ هذه المدينه ومنظومه المرور الذكي والاشارات الذكيه التي تجنب الافراد حدوث حوادث او كوارث الطرق اللي بنشوفها كل فتره. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ فتحي سليمان مراسل قناه المحور من وزاره الداخليه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. خلينا